نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت ميزة لسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً. وأكد المركز الإعلامي قيام المواطنين بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أي رسوم إضافية، حيث تتحمل الدولة الرسوم المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل، مشيرة إلى وجود متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها. أكدت مصر حرصها على استمرار وزيادة التعاون مع برنامج الأغذية العالمية خلال الفترة القادمة لتعزيز قدرة الإدارة المحلية على تنفيذ المشروعات والتواصل مع المحافظات وتوفير احتياجات المواطنين، وكذلك الإشراف على منظومة التطوير المؤسسية. وخلال استقبال للممثل المقيم مدير مكتب برنامج الأغذية العالمية للأمم المتحدة بالقاهرة، أشار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إلى سعي الوزارة المستمر لبناء نظام محلي متطور وقادر على متابعة وتنفيذ التوجيهات الرئاسية، ويعكس تطلعات المواطنين وتحسين رضاهم عن الخدمات المحلية المقدمة إليهم بمختلف المحافظات. نتحول إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار وعوائد السندات ليصل المعدن الأصفر إلى 1766 دولارا للأوقية. أما محليا فقد سجل الذهب عيار 18 نحو 871 جنيه، عيار 21 1016 جنيه، عيار 24 سجل 1161 جنيه، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 8128 جنيه. ونتحول إلى أسواق البترول العالمية والتي ارتفعت فيها أسعار النفط مع تحول الأنظار إلى اجتماع مجموعة أوبك بلس الأسبوع المقبل. وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.7% لتبلغ 110 دولارات وسنتا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.3% ليسجل 98 دولارا و62 سنتا للبرميل. يأتي ذلك فيما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.31% لتصل إلى 3 دولارات و53 سنتا للبرميل. وارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.17% ليسجل 8 دولارات و23 سنتا لكل مليون وحدة حرارية. نتحول إلى الصين، حيث قالت وزارة التجارة الصينية إن قانون الرقائق والعلوم الذي أقره الكونغرس الأمريكي يتضمن أحكاما تقيد الأنشطة الاقتصادية والتجارية للشركات ذات الصلة في الصين، وهو ما سيؤدي إلى تشويه سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية وتعطيل التجارة الدولية. وأضافت الوزارة أنه يتعين تنفيذ مشروع القانون الأمريكي وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة وكذلك مبادئ الانفتاح وشفافية وعدم التمييز، مشيرة إلى أن الصين ستواصل متابعة مستجدات مشروع القانون واتخاذ إجراءات قوية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة عند الضرورة. نهاية أخبار الاقتصاد، وعودة لريهام وحكمة إليكما.